أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. تستمر المملكة تحت تأثير الكتل الهوائية الرطبة والمدارية التي تؤثر في عموم جنوب شبه الجزيرة العربية، تشمل العديد من الدول، تشمل كل من سلطنة عمان، دولة الإمارات، المملكة العربية السعودية واليمن وأجزاء من منطقة الخليج العربي. يتوقع أن تستمر تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الرطبة خلال الأيام القليلة القادمة على شكل غيوم ركامية رعدية تتشكل بشكل يومي في مناطق عشوائية من شبه الجزيرة العربية بما فيها أجزاء من المملكة العربية السعودية. نبدأ نشرتنا بصورة أقمار اصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، والتي توضح انتشار لكميات كبيرة من الغيوم على ارتفاعات مختلفة في أجزاء واسعة من جنوب المملكة. تركزت تحديدا هنا في الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وأيضا الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض وصولا حتى عموم المنطقة الجنوبية الغربية، هي ناتجة عن تمركز أو تحرك هذه الكتلة الهوائية الرطبة من سلطنة عمان والإمارات يوم أمس باتجاه الغرب نهار اليوم، أي باتجاه جنوب منطقة الرياض وأيضا عموم المنطقة الجنوبية الغربية. يتوقع أن تستمر تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الرطبة خلال الساعات القادمة، ويتوقع أيضا أن تستمر تأثيراتها خلال أيام العيد خاصة في المنطقة الجنوبية الغربية مع تحركها أكثر باتجاه الغرب خلال الأيام القليلة القادمة. تفاصيل أكثر حول الأمطار ومناطق تأثيرها وشدتها نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع الأمطار اعتبارا من نهار اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء أي ثاني أيام العيد بإذن الله. يوم الأحد تستمر الأحوال الجوية الغير مستقرة بالتأثير في عموم منطقة الرياض، منطقة الإحساء وصولا حتى أجزاء من المنطقة الشرقية بالإضافة لعموم الأجزاء الجنوبية من المملكة العربية السعودية بأقل شدة في المنطقة الجنوبية الغربية، لكن اعتبارا من يوم الاثنين تتحرك هذه الكتل الهوائية الرطبة غربا باتجاه المنطقة الجنوبية الغربية وتهطل زخات رعدية من الأمطار في عموم غرب منطقة الرياض أيضا عموم المنطقة الجنوبية الغربية. أيضا تشمل فرص الأمطار خلال يومي الأحد والاثنين العاصمة الرياض، تحديدا هنا في منطقة نجران يتوقع أن تشتد الحالة الجوية اعتبارا من ساعات عصر ومساء يوم الاثنين وخلال ليل الاثنين على الثلاثاء تحديدا، حيث تكون هناك الأجواء غير مستقرة، فرصة عالية لهطول زخات رعدية غزيرة من الأمطار تعمل على حدوث السيول وأيضا فيضان الأودية. خلال ليل الاثنين على الثلاثاء كما ذكرنا هناك حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي تحديدا في منطقة نجران وأيضا أجزاء من منطقة جازان. يوم الثلاثاء بإذن الله تشتد الحالة الجوية في المنطقة الجنوبية الغربية تحديدا منطقة جازان ووصولا حتى منطقة عسير وأجزاء من المرتفعات الباحة وأيضا أجزاء من مرتفعات الطائف ومكة المكرمة بالإضافة للأجزاء الجنوبية من المملكة. يوم الأربعاء تعود وتتعثر المملكة بكتلة هوائية رطبة جديدة قادمة من بحر العرب، تبدأ تأثيراتها هنا في سلطنة عمان ودولة الإمارات، تتجدد على إثرها هطول زخات الأمطار الرعدية وتتحرك تدريجيا خلال الأيام القليلة القادمة غربا باتجاه المملكة مجددا تحديدا نحو منطقة الربع الخالي وأجزاء من منطقة الإحساء، وتعود فرص الأمطار يوم الأربعاء إلى العاصمة الرياض بالإضافة لاستمرار تعرض المنطقة الجنوبية الغربية لأحوال جوية غير مستقرة وفرصة لزخات رعدية من الأمطار. بالمختصر الأجواء ستبقى غير مستقرة، فرصة لزخات رعدية من الأمطار في مناطق واسعة من جنوب المملكة العربية السعودية تختلف شدتها من يوم لآخر وأيضا تختلف أماكن تأثيرها من يوم لآخر. نذهب الآن للعاصمة الرياض وتوقع أو قبل ذلك نستعرض الآن وإياكم توزيع الأمطار ومناطق تأثيرها وشدتها خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك أي يوم الثلاثاء، حيث كما ذكرنا تتحرك الكتل الهوائية الرطبة غربا باتجاه المنطقة الجنوبية الغربية وبالتالي تصبح هنا فرصة الأمطار الغزيرة واردة تحديدا فوق منطقة جازان، منطقة نجران، منطقة عسير وصولا حتى مرتفعات أبها وعموم المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة. تكون هذه المناطق تحت تأثيرات أحوال جوية غير مستقرة كما ذكرنا، فرصة عالية لحدوث السيول وأيضا هطول زخات الأمطار الرعدية الغزيرة. فرص الأمطار تتراجع في منطقة الرياض وعموم المنطقة الشرقية مع استمرار فرصها ضعيفة في أجزاء محدودة من منطقة الربع الخالي وأيضا الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض. نذهب الآن للعاصمة الرياض وتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تكون الأحوال الجوية غير مستقرة، احتمال زخات رعدية من الأمطار، 31 درجة مئوية كحرارة مقاسة، أما الملموسة 37، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل لكن تنشط أثناء عبور الغيوم الركامية الرعدية التي تعمل على إثارة الأتربة والغبار. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات أو نذهب الآن للتوقعات الجوية للمدن السعودية خلال اليوم غد بإذن الله، نبدأها بالمنطقة الشمالية
تبوك 42 إلى 30، سكاكا 45 إلى 33، وعرعر 45 إلى 32 درجة مئوية. هذا الارتفاع على درجات الحرارة هو ناتج عن اندفاع للكتلة الهوائية الحارة شمالا باتجاه شمال المملكة بالتزامن مع وجود للكتلة الهوائية الرطبة في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية. نذهب الآن غربا نحو المدينة المنورة، أتربة مثارة 42 إلى 33، جدة طقس غائم بغيوم عالية 36 إلى 31، مكة المكرمة فرصة لزخات من الأمطار 37 إلى 30، والطائف 27 إلى 24 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، أبها 27 إلى 17 مع زخات رعدية من الأمطار، أحوال جوية غير مستقرة بشكل عام في المنطقة الجنوبية الغربية. الباحة 25 إلى 18 وجازان رياح نشطة مع 36 إلى 30 درجة مئوية. نذهب الآن شرقا نحو الدمام 40 إلى 36، حفر الباطن 48 إلى 35، والإحساء 43 إلى 35 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، زخات رعدية من الأمطار 42 إلى 33، البريد 45 إلى 33، وحائل 42 إلى 31 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا للحد الآن، نتمنى السلامة للجميع وإلى اللقاء.